المملكة العربية السعودية لا تتجه لأحد، المملكة لها سيادة، لها سياسة واضحة، تبحث عن مصالحها ولا تبحث على مصالح على حساب الدول الأخرى. أنا أرى يعني أن المملكة كانت مع الإخوان في العراق، دعمت الإخوان في العراق، دعمت التوافق داخل العراق في الفترة الماضية. رأينا بأن هذا الاتفاق أيضا الآن مع إيران، بغض النظر عن أي كان الآن يعني الضامن الآن، يعني سيعود بشكل إيجابي على العراق. العراق لديها مشاكل كثيرة مع الجار، تدخلات في الشأن السياسي، تدخلات سابقا، يعني جمود واحتقار رأينا في العملية السياسية سابقا، وبالتالي فلا يعتبر هذا أن المملكة مثلا أخلت ب يعني واجبها تجاه اخواننا في العراق. اخواننا في العراق احنا نريد ان يرجعون بالشكل الامثل، ان تاخذ العراق دورها كدوله محوريه، ان ترجع الى حاضنتها وان تبتعد عن التجاذبات التي اثرت على هذه الدوله وعلى اقتصادها وعلى سياستها. الشيء الثاني بالنسبه لي، المملكه العربيه السعوديه وعلاقاتها الان مع ايران، نحن الان في مرحله اختبار لهذه عوده العلاقات الان، يعني 100% بأن هنالك انعكاسات على جميع الملفات الأخرى، و يعني من المهم جدا أن نرى تغيرا كبيرا في الوضع في إيران، الوضع في لبنان، الوضع في سوريا، بما يخدم مصالحنا ومصالح دولنا العربية ككل في المجمل. ولا ويجب أن بس أركز على نقطة، نحن لا نرى أن نبحث فقط عن مصالحنا، نحن يعني المملكة العربية السعودية في كل الاتجاهات ومع جميع الدول العربية، وقدمت الكثير لخدمة والوقوف إلى جانب الدول العربية، والعراق مكون من مكونات يعني دولنا الخليجية أيضاً.